بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أنت بشهر رمضان وعشان يطبن كون أفر بغل أفر يكون سنة كهجرة ذا وحين وافقت أنت سيديد بشهر شان الله وكون يلا بعتك ميلادك. وأنا درسي أنني هي كلمة أنني لحية طبنات دروستي رمضان كان ودني عن كوزو جرني أخلاق ذا وناكسن يا طبيعة في عن يا منزلة ذي مكانة ذي ماشي يوجر تدين إسلامك عن سوق هذا الني أحاديث في رمضان والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وكبه هنا يوم مدى إن يكون في وبان أخلاق وناكسن يا طبيعة في عن أصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قد أنا يا رنتا سوق دواء أها طبيعتي سوى ناكسن يا أخلاق دي سوى ناكسن صلى الله عليه وسلم. دور الشيء بمرك عن ربنا سوق هذا أنه تصيصه عمل ذي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وضفك الله أنه لا سيدا هذه أخلاق دي سوى ناكسن يدي تاسو اللي دون ينقف كستوى مسلم مرك أنه تربيضة إسلام كقاطه ورغن كدينة إسلام كأوكو رغمه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقد عيضه سيدابا هي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مع ملذي سا مع الخدم ذاتك أشقين يو يشقاله سا عن أنس قال وحيري خدمت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أن أخدم يبوري 10 سنين 8 سنة والله ما قال لي أف قط إمدهم بوري كلمة عن لبصد هذا كهر نبي محمد عليه الصلاة والسلام 8 سنة ولا لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل كلمة نعرف صدنا إمدهن وحن سمينا محل أسمى سإمدهن وحن سمينا محل أسمى وإذا إمدهن بالنبي عليه الصلاة والسلام 8 سنة معناها ما هي إنه أنس بن مالك رضي الله عنه معصومها أو خلت كد عينينه نبي قد بيعدي ساوحيه صلى الله عليه وسلم إنه كأن الله بأر مها نوع عاصة سيدة واسيدة لدون مركة قفك مسؤولك أما حفيز جوغو أما بعشرية كان بني إيو دكان جوغو أما قريها بدأت لغا شقين إيو خدم كا إيو دادك شقالها حال الدولة يا إن لغلان دقامو معاملة وناكسن يا أخلاق وناكسن وكأنس من رضي الله عنه أصوى يربي هو يدي أكانت النبي عليه الصلاة والسلام ودي فدا وناكسن وأهيدين النبي محمد لو خدمي صلى الله عليه وسلم بوكجر 8 سنة كلمة عن إبصال النبي إمرهم بوري عليه الصلاة والسلام وحن سمينا محل أسمين ويد إمرهن وحن سمي يعني سمينا محل أسمين ويد إمرهن نبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام أخلاق ذي سوى ناكسن يسير ضدك أولا رغم هاي وحوي معنى إساء إسلام أدون مركاس إلاد رسولك إلهي ودن بانقولة يا هاي ربنا نقول شيكت مركاس النبي عليه الصلاة والسلام لإستاقي وهذا الكيد الدقي سنة يي وحاجة ذي ذا وقادة هي ودونه هي نظنت هذا أنه أقبته قفك مسؤول كان وحال رمان وكور قبه شعب كيسية دات كيسة ساسو مركة النبي عليه الصلاة والسلام أمضى تصحيا لما عامل كي ونبي لما عمل لما عملون أهل كيسة صلى الله عليه وسلم يا ضبي عدي وناك سنة وقلنا لا قري كيسة عن عائشة رضي الله عنها قارض وحيتري ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما نبي قال الله أحرم لما دورن سينين إلا مدة فضد بوقا دجل النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن إثما كاس فضو هذو سندن بأهين هي معصية لكن معصية هدو يهي وسكيته جل النبي عليه الصلاة والسلام وحيلا النبي عليه الصلاة والسلام نفتيس وما أرقوصا إن هذا كهر وهدي أصعب الواحد منه شخصيا نفتي سوء ما أرجو سنين لكن مركز دينة إلهي حدود إلهي الغطن تو مركز سوء أرجو سنجر النبي عليه الصلاة والسلام بإلهي وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط بيده نبينا حتى كهر لمسه قورين عليه الصلاة والسلام إنه قف أقع عن قاضي ولا امرأة ولا خادما حاسس كيس حاس كميد النبي أوقع عن قاضي أما خادم يدي سوشقين أميد كميد أوقع عن قاضي لمشي النبي عليه الصلاة